بالنسبة لأمور العمر وإطالة العمر، والله هذا بتعتمد على عدة شغلات. يعني ممكن الحج برضو يعني نسأله فيها ويأكدها إنه أولا ممارسة الحياة الطبيعية صحيح. بالنسبة للنوم الباكر والصحو الباكر، ثانيا الابتعاد عن تعقيدات الحياة العصرية صحيح. اللي هي الآن أصبحت يعني مرض خطير جدا ونتج عنها أمراض عصرية تؤدي إلى تقصير العمر. أها. الحاجة الثالثة الابتعاد عن المواد الكحولية والتدخين واللي نهانا عنها الإسلام طبعا. عبد المجيد قديش عمرك؟ أنا عمري بجوز 38 سنة. بعدك بعز شبابك، إن شاء الله يا ربي يعطيك الله طولة العمر زي ضيفنا اليوم. إن شاء الله ربنا يعطي الجميع الصحة والعافية. الله يسلمك ويعافيك. بتحب توجه ملاحظة لضيفنا أيوة لفارسنا؟ حاعطي في ملاحظة بدي أسأله عنها، بس بدي أذكر نقطة رابعة بجوز هنا اللي هي ترك الحسد والغيرة والظلم وحب الخير للناس. هاي أشار إلها الحج نعم. بطريقة كتير ذكية. بجوز وافقنا عليها برضو الحج. صحيح. بدي أسأل الحج هل تزوج مرة ثانية ولا مرة واحدة بس؟ لا هي حجة واحدة. مرة واحدة يا سيدي. مرة واحدة. كم كان عمره لما تزوج؟ قديش كان عمرك عمي لما تزوجت؟ 75 سنة. عمرك أنت لما تزوجت قديش كان؟ عمري؟ يعني بنقدر نحسب بقى 20 سنة. 20 سنة يعني جواز صغير، يمكن هاي من الأسباب اللي بتطول بالعمر يا حج. والله تزوجت صغير. تزوج صغير 20 سنة. 20 سنة كان عمري. والحجة قديش كان عمرها وقتها؟ يمكن 15 سنة يمكن. نعم. الحجة كان عمرها وقتها أصغر من الحجة 15 سنة يمكن كان عمرها 29 سنة. أوه صغيرة صغيرة بس ما شاء الله مروتك أكثر منها لأنها خلفت كثير وهزلت المسكينة. ما شاء الله ربنا يعطيه الصحة ويوفقنا أجمعين لعمل الخير، وإن شاء الله أنه نتمنى له طولة العمر. الله يسلمك. شكرا أخت منتهى. إن شاء الله بتعمر قده. أنت متجوز مرة ولا مرتين؟ أنا متجوز مرة واحدة ناوي والحمد مرة لله. ناوي مرة تانية ولا لا؟ لا والله ما فيش نية في لك، خليك عشان يطول عمرك. مرة واحدة بتكفي.